أغنية يمنية غناها الفنان ماجد المهندس. أغنية يمنية يا ليالي، شي طبيعي معروفة أكيد. ممكن تدي لي أول آية من سورة المسد؟ لا صراحة مش داري. مش لا تذكري حاولي. استغفر الله العظيم، لا اجد الاحراج يعني. مش احراج، قران. ولا هو قران بس يعني صراحه لا. هل ممكن تدي لي اول ايه من سوره المسد؟ من سوره المسد؟ من سوره المسد صلوات ربي عليه. انتظرني دقيقه. اكيد ذاكر. لا من سوره المسد، انتظر لو سمحت دقيقه. أغنية يمنية اشتريت بآخر لحظة وغناها ماجد المهندس. أغنية صراحة الخفل. أي شيء الأغنية؟ يا ليالي يا ليالي من كلمات إبراهيم الطايف. سورة النازعات. نازعات. نازعات. غناها الفنان ماجد المهندس. يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي. أول آية من سورة المسد. سورة المسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أقول أعذب رب ال بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سورة المسد. المسد إذا أول آية. إيش أول آية يعني؟ المسد. المسد ما عرفت لها بس يعني مقتبش. مقتبش تونيز. وات؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.